anak Palestina pakai seragam sepak bola merah putih. Ada apa ya? Assalamualaikum sahabat kasih Palestina. Udah nonton keseruan lomba-lomba Agustusan kemarin belum? Oh iya, ternyata keseruan Agustusan di Gaza gak hanya sampai di situ loh. Hari ini kita akan menggelar turnamen sepak bola anak-anak Palestina sebagai salah satu rangkaian acara Agustusan di Gaza. Turnamen kali ini digelar di lapang sepak bola halaman Masjid Istiqlal Indonesia. Sambil menunggu para pemain pemanasan dan latihan dulu, anak-anak yang jadi supporter sepak bola juga siap-siap akan mengikuti lomba lari dan permainan-permainan lainnya. Seru banget ya, mereka seneng banget deh kayaknya. Anak-anak Palestina suka banget main sepak bola. Bahkan banyak banget di antara mereka yang punya cita-cita jadi wakil negeri Palestina di kejuaraan sepak bola dunia. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama mereka. Kapten Muhammad Yusuf Al-Ghalban, Fariq Istiqlal Indonesia. مباراة نهائية لبطولة استقلال اندونيسيا. مبسوطين وانتم بتلعبوا هذه الكورة؟ صحيح. بتحب تلعب كورة؟ بحب العب كورة. تلعبها من وانت صغير يعني؟ الله يعطيك العافية. أنا الكابتن أنس محمود الغلبان، عمر 15. أنا بلعب كرة قدم من وأنا صغير. أنا بطمح أصير لاعب دولي. من دولة؟ سافر أكثر من دولة، مثل بلدي فلسطين. أنا الكابتن محمد غسان المصري، بلعب فريق كلمة الفرسان، عمري 13 سنة. أنا محمود حسام الغلبان، بلعب في فريق أكاديمية الفرسان، عمري 10 سنين. أنا لاعب هجوم، نفسي أصير في محترف. كل عام والشعب الأندونيسي بخير. إحنا كتير مبسوطين على هذا الدوري. نفسي أصير لاعب محترف، عمري 11 سنة، بلعب أكاديمية الفرسان. نفسي أصير لاعب محترف وأسافر على الدول البرة. كل عام وأندونيسيا بألف خير. اسمي مالك وألعب كرة قدم. كم عمرك؟ 7 سنين. وين بتلعب؟ بلعب كرة قدم في الساحل. بلعب كرة محترفة كبير. اسمك؟ أمير الغلبان. كم عمرك؟ 10 سنين. وين بتلعب؟ في أكاديمية الفرسان. لاعب محترف. أطلع في الدول اللي برا. كل عام وأندونيسيا بألف خير. محمد سيد، محمد سيد أبشح. العمر؟ 13. وين بتلعب؟ بلعب بأكاديمية الفرسان. أصير ألعب بمنتخبات، بدوريات زي هيك. كل عام وأنت بألف خير. ونشكر ومبسوطين من أندونيسيا كثير. حمزة هشام عوادة. عمرك؟ 14 عام. وإيش فريقك؟ أكاديمية الفرسان. إيش نفسك؟ أنا أصير لاعب كبير وألتحق في منتخب فلسطين. كل عام واندونيسيا بخير. اسمك؟ هيثم فارس الغلبان. عمرك؟ 11 سنة. في أكاديمية الفرسان. إني ألعب في نادي كبير وأصير لاعب محترف. واه ما شاء الله سمانغت يا أديك. Kita doakan semoga cita-citanya tercapai ya. Terus semangat. واندونيسيا بألف خير. كل عام 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 واندونيسيا بخير.